الذي بدء أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم، أنا ما كنتم بالعالم، نحييكم بتحية الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة مهمة وفي رحلة إيمانية ربانية تستطيع أن تلامس من خلالها السماء حتى وإن كنت واقفا على الأرض. رحلة في رحاب أي ذكر الحكيم وبصحبة قارئ فذ وموهبة مصرية فذة، وغرد بالقرآن الكريم في محافل دولية عدة، ويكفيه في يوم من الأيام أنه كان ممثل مصر الوحيد في المسابقة الدولية للقرآن الكريم في روسيا وأيضا في دول آسيوية كثيرة ومتباينة، خاصة إذا كان مثلا في الخليج العربي كالكويت وفي دول شرق آسيا وغيرها من المحافل الدولية التي غرد فيها المغرد فضيلة الشيخ ياسين عصفور. سيدنا الشيخ ياسين، أنرت وسعداء بك بحجم لا منتهى لحجمه، وأنا على المستوى الشخصي من عشاق سيدنا الشيخ ياسين عصفور. أهلا بحضرتك سيد محمد، الله يبارك فيك. نور حضرتك وأهلا بأسرة قناة الرحمة، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. سيدنا الشيخ ياسين، لما بنتكلم عن صوت مصري بيقرأ لنفسه، وبعدين صوت لديه المهارة بين الصوت وبين إجادة الحكم، يعني ما بتجيش المقامات الصوتية على حساب الأحكام، وهذا ليس بشهادتي أنا وهذه ليست شهادتي، ولكن حينما نتحدث عن كبار شهدوا لسيدنا الشيخ ياسين وامتحن على أيديهم سيدنا الشيخ ياسين، زي فضيلة سيدنا الدكتور عبد الحكيم عبد اللطيف، الدكتور فرج الله الشاذلي، سيدنا الشيخ المعصراوي، سيدنا الشيخ حلم الجمل، الراحل سيدنا الشيخ الطبلاوي، فأنت يعني حيالة موهبة فعلا فذة ومتفردة. سيدنا الشيخ، قبل الحديث في رحلات كثيرة وفي مشوار حافل بالقرآن الكريم، اسمح لي أن نطيب المسامع أولا بخير استهلال في هذه الحلقة للسادة المشاهدين، كي نداعب مسامعهم بآيات من الذكر الحكيم بصوت فضلتك عشان نعرف الناس احنا نتكلم مع مين وعن مين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبح
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السلام ما شاء الله. بسم الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله. الله يفتح عليك يا سيدنا ما شاء الله، ربنا يزدك نور وانوار وفتوحات، اللهم امين يا رب العالمين. في الحقيقه والله انا مش عايز اتكلم، انا عايز اسمعك وعايز اسمعك اطول وقت ممكن، ويمكن انا بعذر الساده المشاهدين دلوقتي لو متضايقين من كلامي، لان بالاساس الناس الافاضل اللي قاعدين يتابعونا دلوقتي قاعدين يتابعوا هذه القراءه الطيبه الماتعه المتقنه المحكمه، وحقيقة لا نستطيع أن نعلق أكثر أو بأكثر من قوله تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ربنا يزدك يا سيدنا رفعة وقربا. وبعدين أنا لما بسمع فضلتك بحس أن حضرتك بتشرح المعاني كده وحضرتك بتقرأ بتخيل المشهد، فهذه القدرة لم تأتي من فراغ يعني. الحمد لله. في الذكريات الذكريات في روسيا، الذكريات في المحافل الدولية، الذكريات في المسابقات والتجارب التي خطها، بلا شك وأن هذه التجارب بيكون لها واقع كبير في إثقال الموهبة، فكرة الاحتكاك. فسيدنا الشيخ ياسين، أنا مش هبدأ معك الحكاية من النشأة وخلافه، لأن خلاص الشيخ ياسين بات اليوم معروفة للجميع، والجميع أصبح يعني يعلم النشأة وغير ذلك، والجوائز التي يعني بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربنا يبارك يعني تحصلتم عليها. لكن فكرة الاحتكاك يا سيدنا بالنسبة للقارئ، الاحتكاك في المسابقات الكبيرة، الاحتكاك بالمستويات العالية، ده بيضيف له إيه؟ هو طبعا القارئ يعني لازم عشان يتمكن من نفسه ويكون متمكن ويكون متقن يعني يحاول يدخل مسابقة واثنين وثلاثة، حتى لو هيدخل بس يعني ايه نظام ان هو يعني يعرف نظام الأسئلة ازاي،
ويعرف الشيخ ده ليه طريقه مثلا في الاسئله، الشيخ الثاني ليه طريقه في الاسئله مثلا غير الشيخ الاولاني، فهو بياخد منها وبياخد من ده وبياخد من ده، حتى لو ربنا مش كرمه وما نجحش بس هو بيكون عمل اللي عليه وايه ويعني واختبر وازداد اسئله وعرف مثلا السؤال ده بيختلف عن ده عن ده وكده يعني. المدرسه المصريه دائما حافله بالكبار، وحينما قالوا ان القران قرأ بمصر هذه المقوله كانت عين الحق، لكن هل اختلفت المدرسة المصرية الآن عن زمان؟ يعني في فوارق كبيرة بين المدرسة بين سيدنا الشيخ المنشاوي، الشيخ الحصري، الشيخ البنا، الشيخ مصطفى اسماعيل، وده في حد ذاته كان مدرسة، الشيخ عبد الباسط، وبين المعاصرين. هو طبعا القراء يعني زمان مثلا الشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط والشيخ محمد رفعت والشيخ محمود علي البنا، هؤلاء ما شاء الله عمالقة في التلاوة وعمالقة في كل شيء. ولكن الآن أيضا ما شاء الله يعني يوجد على ساحة دولة التلاوة قراء أيضا مجيدين ومتقنين، ويعني يهتمون أيضا بالأحكام ولا يغلب عليهم المقامات، لأن الأصل في القراءة أنك تراعي أولا الأحكام ثم بعد ذلك يعني تستمع إلى المشايخ وتتعلم منهم. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. الأصل ده موجود يا مولانا؟ موجود حاليا مطبق يعني؟ والله هو موجود مطبق يعني، بس في بعض يعني القراء يعني عندهم برضو يعني إيه تجاوز، يعني في مثلا بيغنى الزيادة بيمد الزيادة فنسأل الله عن الهداية والعفو والعافية. البعض الآن ينكر على كثير من المشاهير الاهتمام بالغنن أو بالصوتيات، بلاش بالغنن لأن هي الغنن أصل في القرآن الكريم، لكن المخالف فيها أنها تكون زيادة، لكن الغنن موجودة في القرآن، لكن اللي مش موجود أن الغنة تبقى أكتر من مقدارها الحقيقي. نعم. الغنة مقدارها حركتين. نعم. لكن البعض دلوقتي كده يعني تحس أنه بيخترع مدود، بيخترع غنن في سبيل أنه هو يبين بقى النغم وإمكانياته وقدراته الصوتية، وأصابع الاتهام تشير إلى كثير من المشاهير. هو المفروض يعني نقابة القراء يعني تتخذ إجراء في من يتجاوز في حق القرآن وفي من يتجاوز في أحكام في أحكام القرآن من ناحية المدود والغنن والأحكام المتعلقة بتلاوة القرآن الكريم. أحكام التجويدية يعني. نعم. ممكن القارئ لو بيقرأ قراءة خارجية، لو بيقرأ في جامعة ومع تشجيع بقى الجمهور والناس الجمال اللي بتفاعلوا مع القراءة، مفيش مشكلة ان هو ان الناس تشجعه عادي، بس التشجيع ده ما يغلبش على هو ده السؤال، ما يغلبش على الاحكام. بحيك يعني على ذكائك انك اخدت من السؤال قبل ما اقوله كمان. لا ما يغلبش، لكن انا قصدي ان احيانا ممكن التشجيع ده يديله الحماسة جامد فتلاقي المادة يزيد معاه شوية، الغنة تفتح منه شوية. فعلا ده وارد. ممكن القارئ يقع في حاجة زي كده او في ثغرة زي كده. هو لو وقع غصب عنه يعني كلنا يعني ذو خطأ يعني. ولكن لو إذا هو تعمد فدي طبعا حرام. لكن لو هو تعمد مثلا ان هو يمد مثلا زيادة عشان النغمة تيجي مظبوطة او كده، فده ما يأسم على ذلك يعني. انا متفاهم الحكم، لكن اللي أقصده ممكن القارئ جو التشجيع وجو الحماسة يخليه ما ياخدش باله، ولا المتقن والمتمكن من القراءة؟ لا طبعا المتقن والمتمكن ما بيفرقش معاه الكلام ده، مش بيفرق معاه الكلام ده، ويكون التلاوة قدام منه كده يعني حاضرة، أكنه أمامه كده، أكنه بيقرأ غيبا يعني. نعم نعم، تبقى حاضرة قدام منه. لكن لا تؤثر عليه فكرة بقى أن الناس بتشجعه فيقوم يتفاعل معهم فينسى بقى، فينسى نفسه يعني. لا 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 لا. هو الشيخ ياسين بيميل لمين في المدرسة المصرية القديمة؟ والله ما المشايخ كتير. مين؟ أنا بحب أسمع الجميع بصراحة يعني، بس أحب أسمع المشايخ القدامى كتير. من بين الجميع؟ من الذي يروق لك أكثر؟ أنا بصراحة بحب أسمعهم كلهم يعني، أنا يوميا أستمع لتلاوة مثلا من قارئ يعني عشان أتعلم من ده وأتعلم من ده وأسمع. لكن ده من بين التفضلات دائما هناك من هو أكثر؟ والله هو أنا يعني بحب الشيخ مصطفى، الشيخ مصطفى إسماعيل. وبحب الشيخ محمد عبد العزيز حصان برضو. يعني هو المشايخ كلهم كتير. الشيخ المنشاوي. والشيخ المنشاوي طبعا. هذا هو الاصل يعني. الاصل. والشيخ رفعت، ما بقول لك كلهم عشان ما نغلطش. والشيخ الشحات انور، والشيخ محمد الليثي، والشيخ محمد هليل، كلهم ما شاء الله يعني. ربنا يرحم الجميع. ربنا يرحم الجميع وبارك في امر من تبقي الانام. طيب المعاصرون، ماذا عن المعاصرين؟
يعني المعاصرون يعني شايف في حد من الناس المعاصرة في من ريحة القدامة يعني حد موجود دلوقتي كان نقول ده أخذ إرث مثلا البنا ومصطفى إسماعيل أو أخذ إرث المنشاوي حد موجود جدير بالجملة دي دلوقتي من ناحية القدامة يعني يعني ماسك ريحة القدامة وكده يعني بعيد عن التقليد وعلى نهجهم يعني بعيد عن التقليد لأن أنا لا أحبذ التقليد وأعلم أنك أيضا لا تحبذ التقليد الواحد يبقى له شخصية في القراءة لكن عندنا حد كده نقول عليه فلاح قرآن قارئ فاهم فضلت الشيخ إسماعيل الطنطاوي وأيضا من ريحة القدامة نعم صح؟ نعم عندك أيضا عندك في الشيخ ياسر الشرقاوي الشيخ ياسر دكتور طاروطي والشيخ عبد الفتاح نعم وما شاء الله كلهم يعني ما شاء الله كلهم ما شاء الله شايف ان الجماهير بالنسبة للأشهر في نظرتها للأشهر على الساحة دائما بتبقى متفهمة حتة صنايع القرآن اللي بيقرأ الجماهير ايه؟ الجماهير اللي بتسمع سيدنا دلوقتي السميعة بتوع دلوقتي بيبقوا فاهمين قوي حتة ان ده صنايع القرآن يعني عنده دراية كاملة بالوقف والاتباع والله القليل جدا القليل جدا 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 يعني عكس السمع بتاع زمان خالص اليومين دول يعني زمان السماعة كان ذوقها اعلى دلوقتي في بلاد بتحب القارئ اللي هو بيزعق يعني اللي هو بيزعق ويعني وفي بلاد تانية بتحب القارئ اللي هو سميع اللي فاهم اللي فاهم اللي مثلا يعرف يفهمه قرآن يشرح له معاني الآيات مثلا هو بيقرأ اكنه بيفسر القرآن وهو بيقرأ يعني نعم. في بلاد تانية وفي مناطق تانية بتحب القرى اللي هو بيزعق هو مش فاهمين حاجة بس هم عاوزينه يزعق وخلاص وأكنه نعم 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 طيب عايزين نسمع حاجة يا مولانا مرتل حاضر تفضل ربنا يبارك فيك يا سيدي حفص تفضل حفص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين
الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. عايز أسمع آية ورش برواية الإمام ورش. أي آية؟ تفضل بقى اختر. مثلا آية الكرسي. تفضل مشهورة عند الناس والناس على الأقل تحفظها. ورش نقرأها حفص الأول بقى المعتاد عند الناس بقى. تمام عشان اللي عايز يراجع معنا أو يراجع معنا بقى عشان نبقى بنتكلم. نقرأ حفص بتوسط المد المنفصل. ماشي ممتاز. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ده كده الإمام حفص. نعم. بالضبط كده. اسمع ورش بقى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. طيب قراءه ده الامام ورش. نعم. ولكن على توسط المد البدل في كلمات يؤوده حفظهما. نعم سيدنا. ورش له ثلاثه البدل القصر والتوسط والاشباع. نعم. حركتين واربعه وست. نعم بارك الله فيكم. وايضا على المد في شيء. نعم سيدنا. طيب قراءه الامام ابن كثير. حاضر تفضل بارك الله فيك. الامام ابن كثير له قصر المد المنفصل يقرا بقصر حركتين فقط. نعم.
مع صلة الميم الجمع، صلة ميم الجمع. نعم سيدي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله. طيب رواية الإمام خلف عن الإمام حمزة. الإمام خلف عن حمزة، تمام. نعم. نفس الآية؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الله يفتح عليك. قراءة يعقوب ممكن؟ الإمام يعقوب؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. الإمام السوسي ممكن؟ الإمام السوسي ممكن؟ السوسي عن أبي عمرو؟ نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. آخر حاجة بقى، وأسف على الإطالة،
لكن انا حابب استغلك يعني. وبعدين احنا بنكرر نفس الايه للساده المشاهدين اللي حابب يراجع معانا من الساده الدارسين والمتمكنين في القراءات والروايات يا هلا، ومن ابائنا واخواننا الطيبين كده يعرفوا القراءات والروايات الاخرى والقران الكريم والفوارق، واحنا بنستمتع بصوت اصيل صوت سيدنا الشيخ حسين عصفور. اخر حاجه سيدنا، واسف على الاطاله، قراءه الامام ابو جعفر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بارك الله لمن ربى وبارك في عمر سيدنا الشيخ ياسين، جزا الله ولديك عنك خير الجزاء سيدنا الشيخ ياسين. نلاحظ سيدنا ان مثلا في قراءة الامام يعقوب نقول قراءة، وعند الامام ورش نقول رواية. امتى عايزين كده نفهم السادة المشاهدين وتجود على العبد الفقير كده، امتى بنقول على قراءة وامتى نقول رواية؟ هو القراءات العشر، في قراءات عشر صغرى وفي قراءات عشر كبرى. نعم. أنا درست الصغرى فقط. القراءات العشر الصغرى هم عشر قراءات يعني عشرين رواية. نعم. عشر قراءات عشرين رواية، كل قارئ له راويين. نعم. أو راويان. نعم. تمام. أولا الإمام نافع، وهو روى عنه اثنين، الإمام قالون والإمام ورش. نعم. عندما تقول مثلا رواية الإمام قالون عن الإمام ورش، رواية الإمام ورش، رواية الإمام قالون عن الإمام نافع. نعم. رواية الإمام ورش عن الإمام نافع. نافع. أيضا القارئ الثاني ابن كثير، وراوي عنه الإمام البزي والإمام كنبل. الإمام الثالث أبو عمرو البصري. نعم. روى عنه الإمام الدوري والإمام السوسي. نعم. أيضا عندك الإمام عاصم، روى عنه الإمام حفص وشعبة. نعم. رواية الإمام حفص عن الإمام عاصم. نعم. وهكذا. عندك رواية قراءة الإمام حمزة، روى عنه خلف وخلاد. نعم. الكسائي، روى عنه الدوري وأبو الحارث. نعم. أبو جعفر المدني، روى عنه ابن وردان وابن جماز. نعم. الإمام يعقوب، روى عنه الإمام رويس والإمام روح. نعم. آخر قارئ في القراءات العشر الإمام خلف العاشر. نعم. وروى عنه الإمام إسحاق والإمام إدريس. يعني قراءة اللي قرأ. نعم. ورواية اللي روى عن القارئ. نعم. بالزبط. نعم. وبعد الفرق كده بمنتهى البساطة، قراءة اللي قرأ زي مثلا. نعم. الإمام نافع. نعم. ورواية اللي روى. خلينا في الإمام عاصم مثلا عشان المشاهدين يفهموا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يكرمك. يبقى الإمام عاصم قارئ دي قراءة. دي قراءة. الإمام حفص عن عاصم روى عنه، والإمام شعبة عن عاصم روى عنه. بالظبط. يعني. نعم. الإمام عاصم له راويين. نعم. الإمام حفص والإمام عاصم. والإمام شعبة. نعم. إحنا عندنا في مصر هنا معظم يعني المصاحف برواية الإمام حفص. نعم. لكن في بلاد تانية بتقرأ برواية الإمام شعبة، وفي بلاد بتقرأ بورش، وفي مثلا تونس والجزائر والمغرب بقرأ بورش وقالون. نعم. معظم كل يعني بلد يعني إيه لها رواية وكده. نعم سيدنا. طيب أنا بقى الوقت بتابع حضرتك في التلفزيون كأب أو كأم أو كحد محب كده، عايز أحفظ القرآن يا سيدنا الشيخ ياسين، أعمل إيه؟ وقرار الناس كتير بتاخده وقول لك نفسي أحفظ وأقوم بادئ كده، هما 3-4 أيام شكرا. والله أهم حاجة في الموضوع يعني نمرة واحد النية، لازم الإنسان يكون عنده نية إن هو يحفظ، لأن القرآن يعني سيوصله إلى الطريق الصحيح وإلى. نعم. الطريق المستقيم. حلو. النية ده رقم واحد. الآلية بقى إزاي ما يهبطش؟ إزاي الهمة ما تقلش؟ إزاي يعني يوصل؟ يتابع على يعني يتابع، يكون له مثلا شيخ ويروح له مثلا يتابع عليه ويحفظ عنه. لازم شيخ طبعا. أو مثلا لو حد من الأهل حفظ القرآن ما فيش مشكلة، يعني في ناس
يعني كانوا بيكلموني بيقولوا لي احنا حفظنا قرآن على يعني اهالينا، والوالدي حفظني ووالدتي حفظتني. بس هو الافضل انك يعني تودي ابنك عند واحد، شيء غريب، لان طبعا الولد ممكن بيتعود مثلا على والده ويتعود على والدته، فممكن مثلا يحفظ مره، المره الثانيه مثلا ده يا بابا ده انا مش عارف رايح كذا، ده انا مش تعبان، ده كده يعني. فالشيخ هي يعني ايه هيوليه باستمرار، وهي وفي جزء من الهيبه معين يعني معين كده بالظبط. هيخاف الشيخ صح، هيخاف الشيخ صح بالظبط. هيهاب الشيخ. هو لسه في طلاب كتير بتهاب الشيخ زي زمان كده زي عصر سيدنا والكلام ده، ولا الموضوع في في شايف انها قلت ولا زي زمان؟ لا قلت. قلت بسبب ان الشيخ نفسه ما عادش يعني هو المسؤول، ولا البيت اللي مسؤول، ولا المجتمع ككل؟ لا الاصل 99% على البيت. البيت هو يعني الوقت بقى بعض الاهالي بتعيب على الشيخ لما يعاقب. والله هو العقاب، هقول لك على حاجه دكتور محمد، هو العقاب ما يكونش عقاب يعني مبرح او عقاب مثلا شديد عشان ما يكرهش الطالب او اللي بيحفظ في ايه في 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 حفظ القران وكده. لكن انت مثلا ممكن تعاقبه مثلا بحاجه بسيطه، انت لو ما حفظتش مش هيجيب لك كذا، لو مش عملت كده العقاب والثواب يعني مثلا. لو والله لو انت حفظت كذا هيجيب لك مثلا ايه، هيجيب لك حاجه كويسه، هيجيب لك هديه، هيجيب لك حاجه حلوه بتاع، فدي ممكن بتحفز برضو الطالب ان هو يحفظ وكده. يعني مثلا كان في ناس بتحفظ عندي في المدينه عندنا في القنايات، فيعني مثلا كانوا الوالد الطفل اللي كان بيحفظ عندي لما يلاقيه مثلا خلص صوره مثلا زي سوره الملك، او خلص مثلا صوره زي سوره المدثر او المزمل، مثلا يديله مثلا ايه هديه 20 جنيه مثلا 10 جنيه. يعني. فدي بتحفز الولد ان هو يعني ايه يحفظ وكده. فكره ان في الاجازه هنحفظ والدراسه بدات هنروح الدروس، لا دي بتاثر. بتاثر طبعا جدا. لان القران ما اصل انت بتحفظ قد ايه، نص ساعه تاخد منك حفظ او ساعه بالكثير خصصها من يومك بعد كل صلاه انت بتصليها او بعد كل فرض بتصليه، فمش هتاثر معاك من ناحيه الامتحانات او غير الامتحانات. ممكن تربي جوه الطفل ان القران ده حاجه تانية مش مهم قوي، يعني احنا بنحفظه لما نكون فاضيين، ولا مش بتحصل؟ يعني انا دلوقتي لو انا مفاهمه ان القران ده في الاجازه وفي الدراسه دروس وبس، ولو تعرض الدرس مع القران يبقى بضحي بالقران في سبيل الدرس. لا ما ينفعش. لا ما ينفعش. لا 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 ما بتربيش جواه الجديه تجاه الحفظ. لا ما بتخلوش جد. الاصل لازم الطفل يحفظ يوميا حتى لو مقدار بسيط، بس ان هو ما يعديش عليه يوم الا وهو يعني مراجع وفتح مصحفه. لانه هيتعود على كده لما يجي يكبر، برضه هيكون عنده الورد اللي هو هيخليه وهو كبير برضه يراجع على الورد اللي هو بيراجعه وهو صغير. كبار السن لو عايزين يحفظوا، مش كبار السن قوي يعني، كبار السن ربنا يبارك في اعمالهم يعني، في ناس كبار، في ناس كبار ومتزوجين. لكن انا بتكلم على الناس اللي في مراحل الشباب اللي عايز يحفظ، وده غالبا بتبقى اولوياته كتير ومشاكل الحياه كتير وشغله كتير، يحفظ مقدار بسيط على قده مثلا، بس ما يبطلش. يعني مثلا يحفظ بدل ما يحفظ مثلا صفحه وجه كامل، يحفظ مثلا 3 4 تسطر 5 تسطر. لكن الفكره هيعرف يحفظهم في اليوم، هيعرف يحفظهم في اليوم. بس الفكره زي ما حضرتك قلت في الاستمراريه فعلا، نعم، والمواظبه على الحفظ. لكن عنده فرصه انه ممكن يختم، الموضوع مش صعب ولا حاجه. ده مش صعب. انا في ناس اعرفها بختموا وهم كبار. طيب السيد محمد البطريق المخرج بيقول لك طيب وعشان ما انساش اللي فات، يعني لو انا في سن شباب كده واحفظ بس عندي مشكله بنسى، عشان ما انساش بقى؟ هو الاصل في النسيان حتى للي يعني مثلا واحد زي حالتي مثلا حافظ القران كله، او اي حد حافظ نص القران ربع القران خاتم، الاصل انك تراجع يوميا. لو ما راجعتش هتنسى، او مثلا اهملت مثلا في فتره معينه، او ما راجعتش مثلا في يوم معين هتنسى مثلا. فانت لازم تراجع يوميا. الحد الادنى اللي تراجع يوميا لو انا حافظ على حسب الحفظ، لو انت مثلا حافظ القران كله مثلا ممكن، يعني لو انت مشغول او عندك يعني مثلا في مشغول في الشغل او كده، ممكن الثلاث اجزاء في اليوم تكفي. بس ثلاث اجزاء هو الاصل سهلة. الاصل خمسه. بس الاصل عشان ما تنساش. الاصل عشان لكن ما لو حد مجتهد لسه بنقول له يعني بناخد بايده، لو لسه خاتم جديد يعني جزء ونص مثلا. جزء ونص مثلا. هي خمسه بالنسبه للمتمرس اللي ظفرتها كده مش صعبه، لانه حافظ وبيقرا بالحاضر وبيقرا من الذاكره، فالموضوع بسم الله ما شاء الله بيكون سهل. بالزبط. لكن لو حد لسه بيحفظ ثلاث سطور بثلاث سطور وبيقعد ست شهور ولسه خاتم جديد يعني لا لسه ما ختمش. يعني هو لسه في جزء عامه، بس على ما يوصل للنزاعات بيكون نسى البينه، هو اصلا حافظ البينه بشق الانفس. ما عشان ما بيراجعش، ما عشان ده بقى لو راجع كله نص جزء الموضوع يكون بالنسبه له
هو بتقول في صورتي وبعدين يعني لسه ما خدمش جزء عام يعني في صورة النزاعات مثلا صورة النزاعات ممكن يجيب اللي هو حافظه ده كله على مرة واحدة او على مرتين لو مش هقدر على مرة واحدة هل نص جزء كافي؟ لا هو من ناحية هتقدر لان هو القدر ده قدر صغير ثانيا مش كبير هو يعني هو الجزء بالنسبة للحفاظ يا مولانا تلت ساعة لكن بالنسبة للناس المجتهدين والناس اللي بدأ موضوع كبير قوي فكره جزء الصوره الذهنيه عنده انه والله لو خلصوا على مرتين يبقى كويس يعني من النزاعات مثلا للاعلى ومن الاعلى للناس مثلا يعني لكن الفكره انه ما بطلش بالظبط تحياتي انه ما يقطعش القراءه كامل الحب والتقدير والامتنان دكتور محمد سعيد جدا والله اللي كنت معاك والله انا الاسعد والحلقه خلصت بجد. بصراحه الحلقه مع حضرتك بتكون موفقه وبتكون فيها تجليات وربنا يبارك فيك يا دكتور محمد ويا ريت تجود علينا بقى بحلقات ثانيه يا سيدنا يعني ما تطولش الغياب كل ما تكون في مصر تشرفنا ده وعد كده للساده المشاهدين ربنا يحفظ ودايما منفوح كده وربنا دايما يجعلك من اهل الوصل والقرب والود والحب واياكم واياكم ارجو ان انا يعني كنت النهارده في هذه الحلقه خفيف على حضرتك ما كنتش تقيل وارجو ان اكون وفقت وكنت على قدر المسؤوليه ان انا اكون موجود معاك النهارده في هذه الحلقه سيدنا الشيخ شرف لينا والله ربنا يحفظك ويرفع قدرك كان الحب والتقدير والعرفان والامتنان والشكر الجزيل لسيدنا فضيله الشيخ ياسين عصفور المغرد المتفرد بالقرآن الكريم صوتا وأحكاما اسم كبير وبصمة مميزة ويقرأ لنفسه وهذا أكثر ما يعجبني في سيدنا الشيخ ياسين. أيها السادة أنتم الآن إذا كانت لديكم نبوغ في أي من المجالات الشرعية أو العلمية والعلمية تشترط نشر أبحاث علمية في مجلات علمية دولية محكمة أو النيل على أقل تقدير على رسائل علمية كالماجستير والدكتوراه أو الأستاذية فبإمكانكم أن تتواصلوا معنا لأن القضية بالأساس يولي الاهتمام للمواهب المتفردة بشرط أن تكون مواهب حقيقية. تحياتي لك سيدنا الشيخ شكرا 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 كرمك الله تحياتي لك مرة أخرى شكرا لكل سادة الزملاء من فريق العمل للسيد محمد البطريق ومعتز مسعود لكل الرفاق تحياتي إليكم. أما عن جناف فقامت سمو حضرة المشاهد الكريم تحياتي إليكم تعلمون أن أمنياتي أن أكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني رق المنى محمد الشاعر يحييكم دمتم القلب قلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.